المشاركة حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، وفي نفس الوقت هي أمانة لابد أن كل مواطن يؤديها ويبدي رأيه الحر بكل الاحترام والتقدير والشفافية، زي ما احنا شايفين تنظيم اللجان في كل المواقع ما فيهاش توجيهات. كل المصريين اللي بيتوجهوا للصناديق النهاردة وبكرة وبعده إن شاء الله هيقولوا كلمتهم الحرة في المقترحات التعديلات الدستورية، وأنا شايف إنه الإقبال إن شاء الله هيكون إقبال جيد بإذن الله. المصريين بيدركوا خطورة الموقف وأهميته، وإنه لابد وأن نظهر للعالم كله رأينا واضح بكل حرية، وبلا شك إنه الأهم من إبداء الرأي هو الإقبال على إبداء الرأي، لأنه كلما زادت الأعداد اللي بتدلي بأصواتها في الصندوق كل ده بيدي انطباع عن وحدة الرأي اللي موجودة في داخل مصر. وجود فترة إدلاء الرأي بثلاث أيام بتتيح لكل من يرغب في المشاركة انه يأتي ويشارك، وده طبعا ممكن احيانا بيبقى فيه فترات الصناديق بتبقى مزدحمة، فترات اخرى بتبقى نسبة الاقبال اقل وهكذا، وده شيء طبيعي في اي استفتاءات او انتخابات حرة، لانه مواعيد العمل بتختلف والارتباطات بتختلف، بس لازم ان احنا ناخد وقت مش هيزيد. لو انت رحت مش في غير وقت الذروة مش هتاخد زي كده دقيقة او دقيقتين يعني.